بعد كده في الاوت دور لايتنج، في عندي حاجة مهمة جدا بنتميز بيها في الزامل، اللينير تراي بروف لايتنج او بيسموها الانارة الطولية الخارجية، تمام، زي اللي موجودة في المحلات الكبيرة، المخازن الكبيرة. طبعا ده بيبقى تصميم صناعي قوي، درجة الحماية بتاعته بتبقى عالية 65 عشان يحافظ عليه من الأمطار والأتربة، ممكن تتركب في المستودعات في المحلات الكبيرة، تمام. الدرجة بتاعته 120، ضمان 5 سنين، يعمل في درجات الحرارة العالية اللي هو 50 درجة. ده بيستخدم في الأسقف الخارجية، تمام، والأسقف والأسوار الخارجية برضو، ومواقف السيارات. دي عبارة عن اللمبات الاكسترنال بتاعتنا، طولها 120 أو 60 سنتي. هتلاقي هنا في 120 و60 سنتي، ده الدايمنشن بتاع الكشاف، تمام. دايما متوفر منه 3000 و4000 و6000 كلفن، كل الألوان اللي انت محتاجها. الاي بي 65، السي ار اي 80، البيم انجل 120، اللومينس تمام 4800 ليومن، ده طبعا درجة عالية. بيستخدم في الجهد 110 و220، بيديلك 50000 ساعة لايف سبان، في منه 60 وات تمام و30 وات. بعد كده